قال أهل العلم أن عمر رضي الله عنه أمر عبد الله ابنه أن يطلق زوجته، فذهب عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي. قال أطع أباك، قال أطع أباك. فقال بعض أهل العلم أن الأب إذا أمر الابن أن يطلق زوجته فإنه يطيع، وبعضهم قال إذا كان الأب مثل عمر فعن يطيعه الولد.